أكتر حاجة ممكن حسام حبيبي يحتاج يلبس قناع عشان يخبيها؟ لو لا قدر الله عندي مشكلة وحسيت إن أنا حكيتها لأمي مثلا، لا قدر الله مثلا عندي مرض أو عندي حاجة مثلا، لو هي عرفتها هتتأثر جامد، هنا ممكن ألبس قناع ما أوريلهاش إن أنا عندي الحكاية. عندي مشكلة كبيرة مثلا، هي لو عرفتها هتنهار. أنا بدي مثلا بأمي دايما عشان أمي ثوابت في الحياة، يعني ربنا يديها طول العمر يا رب. يعني فأحس في اللحظة دي بحس إنه واجب عليا ألبس القناع ده، مع إن أنا لما كان بيجي لي بانيك أتاكس ما كنتش برتاح لما اكلم امي، ماما انا تعبان حاسس بكذا، بس هي ابتدت تقبتني لما كبر، هي بتكبر وانا كبرت حسيت انه لا ما ينفعش بقى تشيل همك اكتر من كده، فابتديت اتحول انه لا بالعكس لما يحصل لي مشكله اخبيها تماما والبس قناع اكن مفيش حاجه حصلت خوفا عليها. فاعتقد مع حبيبتك ايه الشيء او الشعور اللي ممكن تلبس قناع عشان تخبيه عنها؟ لو حسيت ان هي حست بحبي قوي وابتدى يبقى الموضوع فور جرانتد امر مكتسب، ممكن البس قناع ان انا خلي بالك هسيبك عشان احسسها، وده مش حقيقي، عشان ابتدي احسسها انه لا هي مفيش حاجه دايما، لازم تعملي مجهود عشان الحب ده يستمر. بس ما اعرفش برضه في الاخر ومع بقيه الناس حواليك. لا ما بلبس قناع. انت قلت مره انك خجول جدا وتلقائي، وللاسف شغلانتنا ما ينفعش فيها ده، في شغلانتنا لازم تلبس اقنعة ولازم تبدل اقنعة عشان تعرف تعيش وتتعامل مع لا الناس. انا خجول بس مش تلقائي. انا بفكر في كلامي قبل ما اقول. بفكر كتير كمان. ممكن الا لو عصبي ساعات ممكن تخليني كلام ما اقصدوش. انا قلت ان شغلانتنا بتحتاج نوع من انواع التنازلات، ممكن يبقى منها ان انا البس قناع في وقت معين باني ابين اللي قدامي مثلا ان انا بحبه، او الله ايه الاغنيه الحلوه انت جايبها لي دي. لا ما بعملش كده، بقول له ان الاغنيه مش عجباني وهعملها، بس هي مسؤوليتك في نجاحها او في فشلها. مثلا بديكي مثلا، نجحت في اختيارك فشلت في اختيارك، وانا بعملها عشان خاطر ارضيك. فبقيت بكمبرومايز بطريقه ثانيه، بقيت بتنازل بطريقه ثانيه، مش بتنازل بطريقه تجرح كرامتي او تقلل مني. احس فيها ان انا كذاب، ضحكت ليه عشان اوصل لحاجه بعديها عايز اوصل لها. فلا انا ما بعملش كده، وده يمكن هو ده اللي بيخليني بطيء قوي في شغلي وبعيد قوي في شغلي. بس لما كبرت برضه دلوقتي وحسيت ان العمر بيجري، لقيت انه لا، طب انت ما حققتش متعتك. انا كان نفسي يبقى عندي مثلا 500 اغنيه. غنى ولا تلحين؟ لا غنى. انا اصلا في الاول كنت نفسي اغني، ما كنتش موضوع التلحين ده اكتشفته بالصدفه. هو تلحين نزل الاول على فكره باي ذا واي، بس هي صدفه وناجح جدا. هي صدفه فظيعه. انا كنت بعمل اول البوم ليا، وكانت اليسا في نفس الشركه بتاعتي ومنتج بتاعنا واحد. لما عملت عايشالك فالناس افتكرت ان انا بدات ملحن. لا انا كان حلمي ان انا اغني مش راح.